لم يكتفي بأن يهدي الحياة لمرضاه كونه طبيبا بشريا، بل ذهب لأبعد من ذلك بكثير حينما قرر أن يعيد إلى الحياة أحد أشهر الفنون التي عرفتها مصر الفرعونية. فعلى جدران مقبرة توت عنخ آمون تجد فن الماركتري مجسدا بالألوان، وعلى جدران معرض الطبيب الفنان تجد الفن ذاته، وكأن آلاف السنين لم تفصل بين الجدارين. فما هو فن الماركتري وفيما يستخدم؟ دعونا نتابع. عبارة عن تزيين باستخدام قشرة الخشب. كان أيام قدماء المصريين بيحاولوا يطعموا الكلام ده كله بذهب، بصدف التطعيم ده. هو عبارة عن بتبقى خشبة بلانك، خشبة فاضية معمول عليها الشكل اللي احنا عايزين نعمله. ببتدي أنا باخد قشرة الخشب الملونة بستعملها وبستخدم الاتجاه الريجة بتاعت الخشب. الخشب بيبقى له قشرة، بيبقى له ريجة. الريجة دي بتبقى مؤثرة إن هي تبين روح الطابلو اللي انا بعمله. فحاولت اخد بقشره الخشب ديت احاول اجسد الطابلوهات اللي انا حبيتها او حبيت اعملها، طبعا من غير تطعيم بقى بالذهب والحاجات دي ايام قدماء المصريين يعني، فبقت بالخشب. تنقسم قشره الخشب الى نوعين، الاول هو الطبيعي وفيه تحتفظ القشره بلون ثمره الفاكهه التي نبتت فيها، والنوع الثاني هو الصناعي وفيه يتم صبغ القشرة بأي لون يخطر على بال الفنان. أنواع قشرة الخشب كلها بتفضل استخدامها، كلها لسبب بسيط إن هي في منها الغامق، في منها الفاتح. فأنا ببقى الطابلو بتاعي ببقى عايز أخدمه، ببقى عايز في حاجة ليها ظل، ليها شادو، تبقى أغمق حاجة منها، عايز أعمل رمل فبتبقى ليها شكل معين. في قشور خشب بتبقى ليها التعريجة ديت، فمفيش حاجة اسمها مستبعدة من قشرة الخشب. الطابلوهات بيبقى مثلا أقل طابلو ممكن ياخد لك كقطع مثلا 100 قطعة، أكتر طابلوهات ممكن تاخد مثلا 1500 قطعة، فده على حسب الطابلو يعني. في طابلو ممكن أقعد فيه 30 ساعة. إذن الماركتري هو ذلك الفن الذي يصارع من أجل الحياة من مصر الفرعونية إلى فرنسا ثم إيطاليا، بحثا عن وطن يتبناه وشعبا يتذوقه. فن الماركتري ده كان موجود في مصر اساسا، وده منشأه في مصر، كان في القرن العاشر قبل الميلاد، ولقوا حاجات معموله بالماركتري كفرنيتشر او خشب يعني، كانت اتلقت في مقبره توت عنخ امون. وبعد كده في عصور الظلام طبعا انتهى ده من مصر خالص او مبقاش موجود، اتنقل لايطاليا. بدا في القرن الرابع عشر بدا يعيدوا احياء فن الماركتري تاني. قصة الماركتري ان انت بتشتغلي باكتر مثلا من 50 او 60 نوع قشرة بالوان مختلفة، بتحاولي تعملي ماتشنج بينهم عشان يوصلوا الفكرة. ومش حكاية اللون بس، عشان الناس ما تفتكرهاش ان هي مجرد قص ولزق، هي حتة حمراء حطيتها، حتة خضراء حطيتها، لا، هي الخشب من ميزته ان في ثمرة. الثمرة دي ليها اتجاه، لو اتجاه انا خلفته وانا بشتغل حتى لو نفس اللون بتطلع مش مدي الانطباع اللي انا عايزه. الخامات المستخدمة في فن الماركتري عبارة عن مادة لاصقة وقطر وألواح خشبية وقشرة من الخشب، بعدما تقوم ماكينات متخصصة بضغطها لجعل سمكها أقل من ملي. فن الماركتري هو أن تصنع من الخشب الأبكم لوحات فنية تنطق بالجمال، ويزداد جمالها كلما ازداد صبرك عليها وإتقانك لها. تكون في أجمل إطلالة حينما تكسوها بالألوان، وتزداد إطلالتها روعة إذا ما زودتها بالأصداف والأحجار الكريمة والفضة. لكنها ككل الأشياء الثمينة في هذا الزمان، قليل من يلتفت إليها ويدرك قيمتها،
لذلك يتطلع الفنانون من أصحاب هذه الحرفة لفتح مدارس مهنية لتخريج جيل جديد من الفنانين المهرة، ولإثبات أنه دائما بالإمكان أبدع مما كان. مروى جمال، قناة إقرأ.